السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الحال؟ الله يسلمك يا رب. منين انت؟ من بابا عمر يا اخي. من بابا عمر. شو جابك لهون لكان؟ شو جاب الدمار والقذف وشبيحة الاسد، ذبحتنا، هلكتنا، فاتوا على بيوتنا، خربوا بيوتنا، نهبوها، حرقوها، ما خلوا شيء. طيب في كهرباء وما ضغط وحليب؟ ما في كهرباء ولا في ما ضغط ولا في شيء، ما في غير القذف فواروسنا. وشلون عم تأمنوا حليب بهالاطفال؟ شو الله يساعد الاطفال، ما عم نقدر نأمنوا لا حليب، واحيانا نحط لهم هجم سكر، احيانا يا لطيف. عم بقولوا في عصابات ارهابيين، عصابات الاسد ما في غير عصابات الاسد وشبيحته. الله لا يوفقه، الله لا يسامحه، اله يفجع اولاد يفجع ابو اولاده. اللهم يا رب هيك فرجينا في يوم عن قريب العاجل يا رب، جاء اسمك العظيم. الله لا يوفقه. وما حرم هالاطفال هاي؟ طيب ما حرم شرد الاطفال ويجوع على الاطفال وهالامه ويحرق البيوت؟ شو تصلي شو بابا عمر خالته؟ إنه شو شهرين يا أخي من وراء قاعدين. وشلون قدرتوا تدبروا حالكم على الطريق؟ هربنا بين البساتين والدنيا مطر فوق راسنا وهالوحل، وخليه على ربك يا زلمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بتحب تقولي للبشار اللي جاب لهون اللي شردنا؟ الله لا يسامحه، الله لا يوفقه، إلهي يتشرد هو وأولاده مثل ما شرد هالأمم. شو يخرب بيته كل العالم عم تدعي عليه، ذوق على حاله عادي، ذوق على حاله. الله لا يوفقه. بعين الله خالته. مرحبا عمو. منين انت عمو؟ من بابا عمر. من بابا عمر. وليش جاي لهون؟ قصفونا بالصواريخ والدبابات. مين قصفكم؟ يعني عصابات الاسد. ما في ارهابيين ومسلحين؟ ما في غير عصابات الاسد والشبيحه. وكهرباء مي في؟ ما في. ما في. لا حول ولا قوه الا بالله. عم تقدروا تطلعوا من البيت وتروحوا وتجوا كذا مثل ما عم يقولوا لنا؟ بس صعب قناص الاسد تضربها. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تقدر تتحرك. بعين الله. خالتي شو بالنسبة للوضع هون؟ عايشين مرتاحين؟ شو لا والله لمنا مرتاحين، شو بدنا نسوي؟ شردنا بيوتنا، واحد شرد من بيته بكون عايش مرتاح. لا حول ولا قوة إلا بالله، يلا إن شاء الله نوجه.